شكرا عامر. يعني لا يزال ملف القرصنة في لبنان بحاجة إلى إرادة سياسية قوية وقرار حازم من الدولة اللبنانية لتطبيق القوانين الموجبة في هذا المجال. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير للزميلة دراغا غفاري. تتعدد أشكال الانتهاكات وأنواع التعديات على حقوق الملكية الفكرية في لبنان على الرغم من سعي الجهات المعنية إلى مكافحة القرصنة. فالتحميل عن الإنترنت يسرع من عملية القرصنة ويجعلها في متناول الجميع. بقطاع الكيبل بايراسي او الساتلايت اللي نحن بنعرفها بلبنان صار في تطور ملحوظ حقيقه. بعض القطاعات بعدها مؤثره بالقرصنه اكثر من غيرها، مثل قطاع الاغاني والافلام، قطاع برامج الكمبيوتر على صعيد الافراد بعد في نسبه قرصنه عاليه، على صعيد الشركات نسبه استعمال برامج الكمبيوتر الشرعيه عم بتزيد، وهذا مؤشر كثير جيد بلبنان. ملف تناوله المؤتمرون في الندوة التي نظمها المعهد الدولي للملكية الفكرية في بيروت بتمويل من وزارة الخارجية الأمريكية وبدعم من السفارة الأمريكية، حيث كان تأكيد المعنيين على وجوب إقرار لبنان للتشريعات والمعاهدات التي تحمي حرية الإبداع. من الجيد الإشارة إلى الأهمية الاجتماعية والاقتصادية لصناعات الحقوق الفكرية في لبنان، فهي وفرت في الاقتصاد الوطني أكثر من مليار دولار وساهمت في توظيف أكثر من 50,000 شخص، ما يساعد في تنمية الاقتصاد في لبنان. إن هذه الصناعة مهمة في لبنان، والحكومة الأمريكية تعمل في سبيل تعزيز الازدهار عموما ولا سيما الإبداع الفكري من خلال نشر الوعي للمساعدة في الحد من الانتهاكات. بين القرصنة والرقابة تبقى ثقافة احترام حقوق الملكية الفكرية في لبنان بحاجة إلى المزيد من النضوج. دراجا غفاري، اليوم على الحرة، بيروت. وكانت الدولة من جهتها أنشأت وحدة مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية التابعة لوزارة الداخلية، وهذه الوحدة افتتحت موقع إلكتروني بهدف تفعيل نشاطاتها. مشاهدينا، بعد قليل نتابع هجرة العقول والكفاءات الأردنية وانعكاساتها على البلاد، قراءة مفصلة في فقرتنا الاقتصادية. ولاحقا الفنانة الأردنية سبا مبارك في لقاء مباشر وحديث عن الدراما العربية. ابقوا معنا. أي كرامة دي اللي بتتكلمي عنها؟ هي أحلام اليقظة ولعبنا بالعرايس كأنهم ولادنا، دي فيها كرامة؟ ولا لا؟